توفير بيئة مهنية محفزة للأسرة الإعلامية عبر إرساء منظومة قانونية متكاملة ومتطورة هو ما سعى إليه اليوم الدراسي المخصص للمنظومة القانونية لقطاع الاتصال، والذي يندرج في إطار التشاور المستمر مع أسرة الإعلام حول كل ما يرمي إلى ترقية القطاع، لا سيما ما تعلق بالنصوص القانونية. إرساء منظومة قانونية متكاملة وقوية يعد من الرهانات الأساسية التي يعمل القطاع قطاع الاتصال على كسبها من خلال مشاريع القوانين الجاري إثراؤها تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وترتكز هذه التعليمات على سن قوانين تفتح المجال أمام المهنيين بإشراكهم في النظرة التجديدية وإرساء قطيعة مع مقاييس المشهد الإعلامي السابق. أود التأكيد على أن التأسيس لإطار قانوني يراعي المستجدات الحاصلة في مجال الإعلام والاتصال بات حتمية لا مفر منها، لا سيما عن طريق استحداث التنظيم الاحترافي اللازم. إثراء مشروع القوانين المنظمة لقطاع الاتصال عبر فتح المجال لمداخلات مختلف المهنيين باقتراحات تشارك في استحداث إطار قانوني محفز للصحافة المكتوبة الإلكترونية والسمعية البصرية. تساؤلات لازم القانون الجديد ياخذها بعين الاعتبار في ظل ما تعيش الصحافة المكتوبة وكذلك الصحافة المكتوبة. أنا مانيش مع هذاك الرأي اللي يميز بين الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والصحافة السمعية البصرية. القاعدة القانونية كيف نمارس هذه الآلية، كيف نمارس هذه المهنة في إطار واقع مليء بالأشواك، كيف يكون له أن يرد على معلومات، كيف يكون له أن يرد على مواقع مشبوهة تريد ضرب استقرار وأمن الجزائر. أولا أخلاقية المهنة لابد أن تكون وتتمن بما يضمن ممارسة إعلامية نظيفة ونزيهة وشفافة أيضا، كذلك أنه لابد أن تكون هناك يعني قانون إعلامي يفعل بآلياته، سواء مجلس أعلى للصحافة أو مجلس أخلاقية المهنة أو مجلس البطاقة المهنية. الاستجابة للتطورات الحاصلة في المشهد الإعلامي مواكبة لمضامين الدستور الجديد من شأنها تعزيز دور الإعلام الجزائري عبر توفير بيئة ملائمة تضمن توازنا بين الحرية والمسؤولية.